ربما نتوقعه في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة بشكل أساسي. هل أصبح السودان محصنا الآن أم ما زال في الوقت بقية يعني للحديث بهذا الرأي؟ ربما هذا الخبر الذي أتيت عليه صيغة في وقت سابق، صحيح، لأن القانون لم يوضع أمام المجلس للتصويت عليه، بل تم التصويت عليه تماما وأصبح تشريعا فقط في انتظار توقيع السيد دونالد ترامب عليه. الآن هذا ما أتت به الصحافة بالأمس، صحيح. نعم، الآن السودان أضحى محصنا وأطفئت عليه الحصانة السيادية، لكن استثنية من هذا أنه يحق لمتضرري أحداث سبتمبر 2001 مقاطعة السودان. يعني هذا هو سؤال القادم، ماذا تعني هذه أو هذا الاستثناء، يعني أحداث 11 من سبتمبر؟ لا يريد الكونغرس إدخال الحصانة في هذه القضية بالنسبة للسودان، كيف ترى صدور هذا القانون دون أن يشمل هذه الجزئية؟ طبعا وزارة العدل السودانية كانت أصدرت بيانا فجر اليوم، قالت أن الصيغة التي أجازها الكونغرس الأمريكي لم تكن هي الصيغة التي قدمت ابتداءا، لكن هناك معارضة من نائبين من الحزب الديمقراطي كانوا قد اعترضوا وقالوا أنه ينبغي أن تضمن أن يضمن لضحايا أحداث سبتمبر حق مقاطعة السودان، ومن ثم لأجل أن يمرر القانون استثني ضحايا أحداث سبتمبر وسمح لهم بمقاطعة السودان. والأصل الآن هناك 6 قضايا مرفوعة من ضحايا أحداث سبتمبر في مواجهة الحكومة السودانية. وزارة العدل قالت أن الحكومة السودانية تحتفظ بحقها للترافع وفي مواجهة هذه الاتهامات غير المؤسسة. أنت تعلم أن أحداث سبتمبر 2001 وقع التي اتهم فيها المتهم الرئيسي فيها أسامة بن لادن، كان أسامة بن لادن قد قادر السودان بنحو 6 سنوات حين وقعت هذه الأحداث. أسامة بن لادن قادر السودان سنة 1996 والأحداث وقعت سنة 2001، ومن ثم 5 سنوات، ومن ثم ليس بالوسع أن يدان السودان في هذا. الآن بمنح السودان هذه الحصانة السيادية هناك قضايا سقطت وتم شطبها تماما، هناك قضايا مرفوعة يقولون أن السودان قد قدم على عهد النظام البائد دعما لحركة حماس، وأن هناك مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل تضرروا من هذا الدعم. هذه أصبحت ساقطة بوجه إطفاء الحصانة السيادية على السودان. كذلك هناك بحارة أمريكيون كانوا في المدمرة كول ولم يسبق لهم أن رفعوا قضية ضد السودان، لما رأوا هذه التعويضات الآن بادروا برفع قضايا، كذلك هذه القضايا شطبت وستسقط بموجب إطفاء الحصانة السيادية على السودان. السودان كان يرى أنه حتى إذا أريد أن يقاضى السودان أن يقاضى بموجب قانون جاستا. قانون جاستا هذا يعد اختصارا للعدالة في مواجهة رعاة الإرهاب، وقانون جاستا هذا يحاكم كل الدول حتى بما فيها التي داخل قائمة الدول راعي الإرهاب وخارجها. لكن النواب الديمقراطيين أصروا على أن يستثنى ضحايا سبتمبر 2001 من الحصانة السيادية، ولكن في قانون حصانة السودان الذي خضع للتصويت أمام الكونغرس، يعني هنالك معلومة وخبر مهم جدا أو جانب مهم، اللي هي 700 مليون دولار ومبلغ آخر بقيمة 150 مليون دولار لصرفها في جوانب متعددة مما فيها الديون. يعني كيف يمكن أن تسهم هذه القيمة الكبيرة لهذه الأموال في دعم الحكومة الانتقالية؟ الذي يدلل على أن إطفاء الحصانة السيادية على السودان أعاد السودان للأسرة الدولية والمجتمع الدولي وأعاد السودان لعلاقات إيجابية مع الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب هذا التشريع تم التصديق للسودان بمبلغ 731 مليون دولار، 931، هذه 931 700 منها تذهب لبرامج رعاية الأسرة، البرامج الحكومية الموجهة لرعاية الأسرة السودانية ولبرامج الرعاية الصحية الأولية ولقضايا أخرى. كذلك تم التصديق ب 111 مليون دولار لدعم علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي وإعادة معالجة الدين الخارجي، وكذلك تم التصديق ب 120 مليون دولار كذلك لمقابلة متطلبات معالجة الدين الخارجي للبنك الدولي. كذلك تم التصديق ب 150 مليون دولار للضحايا الأفارقة الذين حازوا على الجنسية الأمريكية في أخت اللاحق، طالبوا بتعويض إضافي فدفعته نيابة عنهم الإدارة الأمريكية، تبلغ جملة المبالغ التي صدقت بها الولايات المتحدة مصحوبة مع هذا التشريع 1.1 مليار دولار. هذا عدا
المليار دولار الذي صدقت به الولايات المتحدة في وقت سابق لمعالجة متأخرات السودان على البنك الدولي. بموجب معالجة هذه المتأخرات يستحق السودان من مؤسسة التنمية الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار لإقامة البنى التحتية. طيب يعني هذه المبالغ ربما يتساءل آخر عن طريقة وآلية صرفها داخل المجتمع السوداني، كيف يتم صرفها وكيف تتوزع نحو البنى التحتية وتتوزع نحو الأسر وما شابه؟ برامج رعاية الأسر الذي تنفذه الحكومة السودانية كان قد التزم به الوزير المالية المنصرف دكتور البدوي، بحيث أن الأسر الأكثر فقرا والأكثر عوزا وحاجة تمنح منحة مالية نقدية مباشرة لتستطيع مقابلة الحياة في ظل رفع الدعم عن المحروقات.